زي ما قلت في مقدمة الحلقة النهاردة، لما ألاقي ثوار في ميدان التحرير أو أهالي الشهداء أو مصابي 25 يناير معتصمين في ميدان التحرير وينزلوا يشيلوهم هيلة بيلة ويموتوا منهم ناس ويرموهم في الزبالة، أنا آسف إن أنا بقول في الزبالة لأنها كانت بجد ده اللي بيحصل، يبقى أكيد حنزل التحرير. لما ألاقي إن أنا بقالي 9 أشهر مستني قانون العزل السياسي أو بعد الناس اللي هم أساءوا لمصر في الحكم السابق وما يطلعش غير قبل الانتخابات بحوالي 4 5 6 أيام، يبقى أكيد حنزل التحرير. لما ألاقي الشرطة أو وزارة الداخلية رجعت تاني تضرب في الناس وتموت الناس بشكل غير لائق أو غير طبيعي، يبقى أكيد حنزل التحرير. لما ألاقي إن أنا بقالي 9 أشهر مستني قرارات سريعة وأنا في ثورة والناس ماشية زي السلحفاء في قراراتها وفي تفكيرها، يبقى أكيد حنزل ميدان التحرير. أسباب كتيرة. النهاردة في مليونية، الحكومة قدمت استقالتها امبارح بالليل للمجلس العسكري، المجلس العسكري غالبا بيفكر هياخد يعني هيقبل الاستقالة دي أو لا، ولو قدم الاستقالة دي أو قبل الاستقالة دي مين اللي هيجي في خلال الـ3 4 أيام دول، عشان في انتخابات وفي إصرار على الانتخابات. معايا ضيوف النهاردة هنتكلم حوالين اللي حضراتكم عايشينه وكلنا عايشينه وبنأمل ان احنا نوصل لحل سريع عشان مصر. معايا ضيفي الدكتور إيهاب يوسف الخبير الأمني. صباح الخير يا فندم. نهارك سعيد فندم. والأستاذ أحمد عيد عضو المكتب التنفيذي لشباب ائتلاف الثورة. صباح الخير يا فندم. صباح النور. أحمد، أنت لسه جاي من ميدان التحرير، قل لي ميدان التحرير أخباره إيه دلوقتي؟ أو الناس بتطالب بإيه؟ وإيه رد فعلها بعد ما سمعوا إنه الحكومة قدمت استقالتها؟ هو يعني كل اللي قلته حضرتك في المقدمة وصل للناس، عشان كده الناس نزلت ميدان التحرير. تمام. فبالتالي الميدان يعني هيشهد النهاردة يعني مليونية حقيقية ومليونية كبيرة جدا، يعني ضخمة العدد، لأن الناس وصل لها ده وحست بده. المشاهد اللي شافتها على مدار يوم السبت والحد من قمع وقتل المتظاهرين في قلب ميدان التحرير، كل المشاهد اللي الناس شافتها، المشاهد الدموية دي كلها، حفز ناس كتير جدا تنزل. وانا عايز اقول لحضرتك ان الناس دي في كتير جدا منها اول مره ينزل ميدان التحرير. نعم. يعني في ناس من مناطق شعبيه كانوا بيكلمونا، لا احنا هننزل. في ناس، يعني دكتور اهاب قبل الحلقه بيقول، في ناس قبله بيقولوا فين ميدان التحرير، من المشاهد الدمويه اللي شافوها ونازلين، عشان حاسين فعلا ان لا مفيش حاجه اتغيرت، وان يعني دي مشاهد دي نشوفها في سوريا، نشوفها في ليبيا، لكن ما نشوفهاش في مصر. فالميدان، لا الميدان العدد النهارده هيبقى مليونيه كبيره، مليونيه حقيقيه. واعتقد ان النهارده كمان هيبقى فيه قبول لاستقاله عصام شرف ومجيء حكومه جديده. دكتور ايهاب، حضرتك خبير امني، احنا في ثوره 25 يناير ويوم 28 يناير كان في ضرب من الداخليه وقتل للمتظاهرين، والمفروض ان احنا اخدنا عهد على نفسنا ان احنا مش هنقرر ده، احنا ليه قررنا تاني؟ هو اللي حصل اليومين اللي فاتوا اعاد للاذهان بقوه 25 و28 يناير والاحداث المؤلمه اللي حصلت فيها. وخليني اقول عشان اكون منصف، احنا هنستفيد جدا من اللي حصل، بالرغم ان هو سيء وبالرغم ان في شهداء وجرحى، ولكن هنستفيد منه زي ما استفدنا في 25 يناير، لان الثوره رجعت تاني داخل الشباب. في ابعاد للسياسيين اللي حاولوا يستغلوا المشهد السياسي امبارح اول امبارح لتحقيق مصالح انتخابيه والجهاز الامني هيعاد تكوينه تاني، انا متاكد في المرحله اللي جايه. اللي حصل عشان ما نتوهش الموضوع، الجهاز الامني كان محتاج رؤيه جديده بعد 25 يناير، بعد الثوره. بقى لنا 9 أشهر حضرتك المفروض ان احنا بنقول ان احنا هنقول رؤيه، وعم بنقول ان احنا خلاص هنعمل حاجه جديده وهنتعامل مع الناس بشكل جديد. بالزبط. وان احنا في ديمقراطيه وان احنا عايزين نوصل لحاجه ايه. ال- 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 اي تغيير في العالم بيحتاج اراده واتجاه،
او استراتيجيه، ما كانش فيه الاراده او ما كانش فيه الاستراتيجيه. احنا بنتكلم على وزاره الداخليه، وزاره الداخليه انا عايز برضو عشان خاطر ما نظلمش الناس، وزاره الداخليه من المؤسسات اللي ما ينفعش تشتغل بعزف منفرد. يعني ما ينفعش الضابط الفلاني يبقى كويس والضابط الفلاني يبقى وحش. الوزاره لازم تدار من فوق، الوزاره لازم يطلع لها استراتيجيه ورؤيه واضحه من فوق، كل اللي تحت هيسمع الكلام وهينفذها. الشرطه اللي ضربت المواطنين، بالرغم من ان انا حزين ان ده حصل، وبعد 25 يناير والمناظر اللي حضرتك قلت عليها كلنا شفناها وكلنا استقنا منها جدا، لها بتعبر عن وحشيه. مش بقى في، احنا بنحس ان في صراع، مش مجرد ناس موجوده لفرض انضباط في الشارع او لتنفيذ القانون. ده بيوري ان مفيش رؤيه. الضابط اللي واقف ده مش عارف هو مطلوب منه ايه بالظبط، وتحول الوضع بينه وبين الشعب الى صراع، وده مش صح. هو مفروض موجود عشان ينفذ القانون. التعامل بتاع وزاره الداخليه في الازمه دي ما كانش مظبوط، وفيها في ازمات كتير، ولكن خلينا نقول ان من 25 يناير الى الوقعه بتاعه التحرير، المواطن اعتاد ان هو بيعبر عن رايه بحريه وبينزل الشارع بيعمل اللي عايزه، الى ان يقطع طريق ويقطع قطر ويعمل، والشرطه ما كانتش بتتدخل. طب الشرطه حبت تتدخل في الموقف بتاع التحرير عشان تخلي 200 واحد معتصمين في قلب الميدان، وقد يكون ده اجراء قانوني. بس التناول بتاعه والتحرك بتاعه ازاي، ده المهم. كان المفروض يحصل تخاطم مع الناس، كان المفروض يحصل انذار للناس، كان المفروض تستغل كل القوى السياسيه اللي موجوده في الشارع. احنا عندنا فوق ال 50 حزب، وعندنا اكتر من 10 مرشحين محتملين رئاسه الجمهوريه، كان لازم يكون ليهم دور. ووزير الداخليه كان يقعد مع الناس دي يقول لهم احنا مطلوب مننا ان في المرحله اللي جايه نعيد الانضباط للشارع المصري، لان من المؤكد ان احنا مش عايزين نعيش في الانفلات اللي احنا عايشين فيه ده. يعني بعيد عن ميدان التحرير، انما الشارع المصري فيه انفلات تام وفي عدم شعور بالامن. فكلنا محتاجين ان احنا نعيد الامن. هنعيده ازاي؟ ما ينفعش ان احنا ننزل نضرب في الناس ونقتل الناس عشان نعيد الامن. كان من المفترض ان يحصل حوار سياسي بين قياده وزاره الداخليه والساده النخبه المتميزه المتصدره للمشهد السياسي في مصر، ومن ده يبتدي يتحط اجراءات وتنفيذ. دكتور، لان المشكله فين؟ ان انت النهارده حطيت الشرطي من اول المجند الى اللواء اللي واقف في الشارع في مواجهه مع الشعب تاني بدون مبرر. زمان لما كان في لما كان بيحصل اللي بيحصل ده، كانت الناس بتقول اصل هم بيحموا نظام مبارك. طب هي الناس دي النهارده بتعمل كده ليه؟ لان ما عندهاش رؤيه، مش عشان خاطر بتحمي نظام معين. يبقى احنا حرام ان احنا نظلم جهاز بالكامل عشان القياده مش قادره تحط استراتيجيه او خط واضح للهدف. طيب احمد، واضح جدا من امبارح بالذات، يعني واضح جدا من متابعتنا كلنا تقريبا للفضائيات و الكاميرات الخاصه بالتلفزيون، انهم هتنزل تشوف ايه اللي بيحصل و اللي موجودين دلوقتي في الميدان هم بتوع ثوره 25 يناير اللي في الاول، مش احزاب، مش طيارات دينيه، مش مرشحين لرئاسه الجمهوريه، لا مش دول بالظبط. رجعوا تاني الاصليين، وانضم ليهم على ما اعتقد، وده ناس كتير بتقوله من الميدان، وليا زمايل هنا في البرنامج على فكره مذيعين في دلوقتي اوريدي قاعدين في الميدان، بيقولوا انه انضم ليهم عدد من شباب الجامعات القاهره وعين شمس و عملوا مسيره امبارح، وفي انضم ليهم بعض العمال في بعض القطاعات. انت في الميدان شفت ده؟ طبعا شفته. يعني احنا كنا امبارح كان في مسيره خرجت من جامعه القاهره، في مسيره خرجت من جامعه عين شمس، وفي النهارده مسيرات برضك هتخرج من نفس الجامعات. شفنا عمال فعلا جايين ونزلوا الميدان. لا يعني احنا لمسنا فعلا، يعني احنا اتفاجئنا بصراحه، اتفاجئنا بالقطاعات ديت، اتفاجئنا بان الميدان اتملى من جديد. بس اطمنا ان خلاص ان المواطن المصري بمعنى صح مش هيسمع ان حد يدوس له على طرف، او حد ينتهك كرامته، او حد ينتهك حريته ايا كانت. يعني لو سالنا الناس اللي موجوده في الميدان دي اللي هي مثلا 100,000 200,000، انتوا ايه رايكم في الاعتصام بتاع يوم السبت؟ ممكن يقولك احنا ما كناش معاه، بس ضد الاسلوب التعامل الامني في فض. وده حاجه انا شايفها حاجه يعني ايجابيه فيما يتعلق بالشعب المصري، ان هو بيتضامن مع محمد حتى لو مش مقتنع او مش متفق مع الاعتصام بتاع محمد او اهدافه او اسلوبه، بس ضد ان هو يتم فضه بالطريقه دي، ضد ان النشطاء يعني والشباب اللي كانوا في بيت الدكتور عصام شرف بعد ساعات من تعيينه
اللي هو النهارده بيقول عليهم مخططات وبيقول عليهم بقوا عايزين يقفلوا الانتخابات، دول كان في بيت دكتور عصام شرف بعد ساعات، هم النهارده اللي في عينه متصفيه، اللي مصاب، اللي اخوه متوفي، اللي بيتضربوا في الميدان. فالنهارده يعني بجد الواحد بيعتذر فعلا للناس على اختيار دكتور عصام شرف كرئيس الوزراء، لان الشباب بتوع الميدان هم اللي اختاروا دكتور عصام شرف، هم اللي طرحوا اسم دكتور عصام شرف على اساس ان هو حد يجي يمثل فكر الثوره، مبادئ الثوره، اهداف الثوره، مش حد يجي كل يوم جمعه تعمل له مليونيه. انت من ساعه ما عصام شرف جه رئيس وزراء لحد النهارده مفيش جمعه ما عملتش فيها مليونيه عشان تحقق مطلب من مطالب الثوره. ما احنا جايبينك ليه؟ جمعه تطهير سياسي، جمعه ما اعرفش ايه، جمعه ايه، جمعه ايه، طب ما دي كلها يعني احنا اصلا في غنى عنه، احنا مش احنا يعني الثوره دي مش حاله هياج عصبي كل جمعه مليونيه مليونيه، احنا جايبين بقى حد خلاص عشان يترجم الثوره في سياسات، في اجراءات، فبالتالي انا مش محتاج كل شويه انزل لك مظاهره اعمل لك مليونيه. لكن للاسف احنا جبناه من هنا ومفيش اي حاجه حصلت. الشباب اللي كانوا اختاروك، الشباب اللي كانوا موجودين في بيتك، الشباب اللي كانوا حاضرين بقوه، انت النهارده بتقول عليهم عملاء ولا مخططات وبيتضربوا في قلب ما هو ده كان بيتقال يوم 28 وبيتقال على يوم 25 نفس الحكايه. عشان كده انا قلت في بدايه البرنامج انه احنا شامين ريحه ثوره جديده. بالظبط. وعايز اقول حاجه، احنا كنا في مره في مكتب دكتور عصام شرف في اعتصام اللي هو بتاع شهر 7، قال نفس الكلام اللي كانوا بيقولوا نظام مبارك، ان هو اصلا لو مشيت البلد هتقع. قال كده في اعتصام شهر 7، لو مشيت البلد هتقع. وقلنا له دكتور الناس في الميدان بيقولوا اقاله حكومه شرف لان هي ما عندهاش صلاحيات وسلطات. قال لي الناس في الميدان عددهم كام واحد؟ قلت له لا، الناس اللي في الميدان دولت المفروض هم اللي جابوا حضرتك واسقطوا حكومه احمد شفيق. ففكره ان التعامل بالمنطق دوت ومين دولت وكم واحد والعدد ده حاجه يعني بجد اصابتنا بحزن شديد جدا. بعد كده ايه الثمن بقى؟ ايه الثمن ان الحكومه تتغير؟ 27 شهيد بجد. يعني احنا يعني مستائين جدا، مستائين جدا جدا جدا. لازم 27 واحد يموتوا عشان قرار يتخذ لصالح الثوره، ليه احنا ما يكونش عندنا رؤيه؟ ليه ما يكونش عندنا استراتيجيه؟ ليه ما يكونش عندنا احساس بالمسؤوليه واحساس بالشعب عايز ايه والناس عايزه ايه ونبادر ونصارع بيه؟ ليه 27 واحد ماتوا واحنا كمان بنتعامل مع الناس دي على انهم فراخ انفار؟ ده كل واحد من دولت عنده بيت وعنده اهل زمانه ومن دلوقتي في قمه الحزن وفي قمه الاسى، وكان عنده يعني مستقبل وعنده حياه وعنده 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 وعنده. وايه الثمن بقى وعشان ايه؟ عشان قرار خاطئ بفض ميدان ناس تموت زي الفراخ. بجد انا والله العظيم لما الناس دي ماتت يعني ولا اي مطلب في الدنيا كان هممني. يعني خلاص يجيبوا حكومه، يغيروا رئيس، يغيروا مجلس رئاسي. انا بالنسبه لي المشهد نفسه والمشاهد اللي احنا شفناها، احنا كنا مش قادرين نشيل المصابين من كلام مسيل الدموع. بيضربوا المستشفى الميداني، بيضربوا المستشفى الميداني، سايبين شهداء. واحد كان بيشيل شهيد بيجري بقى عربيه الاسعاف ما قدرش من كتر القنابل سابه وجري. ففي مشاهد احنا مش مصدقينها. وعايز اقول لحضرتك حاجه، في اتصال مع الداخليه وفي اتصال مع المجلس العسكري من يوم الجمعه من يوم السبت، ازاي نهدي، ازاي ناخد، ازاي نستوعب، ازاي نعمل، ازاي ازاي، وكل شويه يقول لك لا اخبطوا دماغكم في الحيط لحد ما الحيطه وقعت. وربنا يستر بقى تقع علينا ولا يعني على مين. ودكتور اهاب عارف ان احنا وهو حضرته يعني كان حاضر في حاجات زي كده، في تواصل مع ائتلاف ضباط الشرطه وفي تواصل مع وزاره الداخليه على مدار الاشهر اللي فاتت، وبنقول يا جماعه عايزين نعمل آلة هيكله وعايزين كذا، والدكتور كان حاضر، وبنحضر اجتماعات مع الوزير وبنحضر اجتماعات مع كذا في سبيل ان احنا نعمل عمليه اعاده هيكله وان الشرطه تكون موجوده بشكل حقيقي لخدمه الناس. يعني طيب، احنا مش كارهين الشرطه، احنا كارهين ممارسات واساليب خاصه بالشرطه. طيب دكتور، احنا معانا فيديو صغير كده عايزين نشوفه مع بعض ونكمل مع حضرتك. ما كنتش الفيديو اللي في بالي. وتقول رايك انت، حضرتك خبير امني وحضرتك انا عارف انك انت سايب الشرطه بقالك فتره، انما يعني خلينا نتكلم من وجهه نظر برضو امنيه. يعني نسمع ونشوف مع بعض الفيديو اللي هيتعرض دلوقتي ونرجع تاني للدكتور ايهاب. اتفضل. جت في عين الواد، جت في عين الواد اللي عندي امه في المدرسه. اه عين في امه جدع يا باشا، جت في عينه بس. جت في عين الواد اللي عندي امه في المدرسه. اه عين في امه جدع يا باشا، جت في عينه بس. جدع يا باشا، جت في عينه بس. جدع يا باشا، جت في جت في عين الواد، جت في عين الواد اللي عندي امه في المدرسه. اه عين في امه جدع يا باشا، جت في عينه بس.